بأفراحك يا أبو الأمير أمير الخيل كبير قد دعوتي هالتقدير كل الفلسطيني ونجي لك موعد مونديال نغني لأجمل موال ونعمل أجمل احتفال أنا حمي السلامة من القدس من هذا الشارع محلي هون ربيت هون في هاي المنطقة. شوفي إحنا في البلدة القديمة حريصين على إحياء بلدنا في كل المناسبات الدينية الوطنية الرياضية حتى وها هو عرس المونديال بالفعل فرصة للتجمع وللتمتع باللعب والتمتع بالمشاركة خاصة إنه الفريق اللي بيلعب الليلة الفريق المغربي مع الإسباني وانت بتعرفي انتمائنا قومي كبير عميق كابتن المغرب رفع بعد الانتصار على كندا رفع العلم ولف به الملعب كله وهذا عرس بالفعل يعبر عن مدى انتماء الشعوب العربية لقضيتنا وانتمائنا للشعوب العربية هلا هون طبعا أجواء كتير حلوة احنا منشجع دائما العرب واليوم بإذن الله المنتخب المغربي بفوز على المنتخب الإسباني واحنا دائما منشجع العرب وهذا المغرب بلدنا وبإذن الله بإذن الله بيرفع رأسنا الشعوب العربية اللي احنا جزء لا يتجزأ منها أثبتت وبالواقع العملي وفي هذا المونديال إن فلسطين هي القضية المركزية في ضمير وقلب وعقل كل عربي وكل حر في العالم بدون منازع بامتياز يعني بدل على إنه الشعوب العربية في جهة وحكامها الرجعيين المطلعين بالرجعية عبيد أمريكا وإسرائيل في جهة كل يوم منشجع العرب ونناصر العرب بالمونديال وإحنا منشكر دولة قطر بشكل خاص على اللي سوته وعملته بصراحة إشي بيرفع الراس لكل العرب وإحنا من أهل القدس ومن أهل البلد القديمة بالذات منشجع قطر ومنحط إيدنا على إيدها اللي صار في قطر ما عمروش صار ولا بأي بلد صراحة كل يوم بأي لعبة منشوف العلم الفلسطيني برفرف فضل الله وهذا أكبر إعلام إلنا وأكبر دعم إلنا وإحنا منشكر قطر وكل واحد رفع راية فلسطين وراية العدالة